10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار المباريات الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم شباب بلوزداد الجزائري أمام ليوبارد الكونغولي ضمن مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا والدور الأول في مباراة الإياب. يذكر بأن نتيجة الذهاب انتهت بانتصار شباب بلوزداد بهدفين مقابل لا شيء. ملعب مباراة اليوم ملعب مصطفى تشاكر، القناة الناقلة الجزائرية السادسة. توقيت المباراة مساء اليوم السبت في 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم ومنافسات دوري أبطال إفريقيا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.